اش نقول لك سيدي، هاد الهضره اللي كتقال كامله في السوشيال ميديا غير هضره خاويه. يعني انا هو اللي وشمت لديك السيد وبالخاطر ديالو وبكامل القوى العقليه، وانا تنوشم له وتيقول لي انا تنبغي نادي حسي. يعني دودو منعم يعني ما عنده حتى علاقه بهذا الموضوع ولا حتى حاجه، انا اللي وشمت له وانا المسؤول على هذا الشيء هذا. وانا معروف في المهنه هذه مده ديال 18 عام دابا، ماشي ادم بدا. يعني خدمت في رباط، كازا، مكناس، يعني ماشي اول مره هذا نخدم. واش نقول لكم، هذا هو التوضيح ديالي و سي بيرفكت. انا اللي وش خرج المسمى بلانجري، خرج تيقول بلي راه دودو هو اللي صايب تطواش نو 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 لانجري. غادي نقول لك واحد القضيه، لانجري نهار كنت باغي ندير الطاطو لنزار، جي عندنا اللوكال فين غندير التطواج لنزار، وما خليناهش يدخل عندنا التطواج، ما خليناهش يدخل يجلس معنا، بقى فيه الحال. فهمتي؟ بقى فيه الحال هو والشكح. يعني فاش بقى فيه الحال ما خليناهمش يدخلوا يجلسوا معنا، يعني هما ماشي في المستوى ديالنا، ما خليتوش انا يدخل عندي يجلس معايا هذاك السيد. حيت انا ما تنعرف لا لانجري لا طنجري لا حتى حاجه، انا في حال هذوك الاشكال ما عنديش معاهم. فهمتي؟ اللي معوج في المشيه ما عنديش معاه، هذاك ما يجلسش معايا، بقى فيه الحال. لصق في دودو، يعني دودو لا علاقه له، منعم بهذا الشيء هذا كامل. انا في الواجهه، انا اللي كنتحمل كل شيء، وانا اللي وشمت ذاك السيد وشمت له بكامل قواه العقليه. فهمتي؟ يعني هذاك السيد دودو ما كاين والو، ما واشملو، ما داير له حتى حاجه، بنادم تيبغي يخربق وبنادم تيطبل في الخاوي ولانجري وشكاح وفهمتي وبزاف غيرهم، كاع ما تنتسوقوا لهم هادو، وكاع ما تنديروا البوز على دارهم. فهمتي؟ هما تيبغيو يديروا البوز على دارنا، حنا دائما ورا الشاشه ورا الكاميرا، حنا جنود الخفاء كنتسماو. والسلام عليكم. امين. حيت حنا شفنا بزاف ديال الخرجات ديال لانجري وديال الشكاح وديال سميتو تيقولوا راه دودو هو السبب، هو حنا دابا كنكتشفوا بلي امين امين هو المسؤول على لان كانت بالرغبه ديال نزار. فوالا يعني بالرغبه ديالو، وعندي الدليل، عندي فيديوهات ديال نزار غادي معانا في الموتور. فهمتي؟ حنا كات بلاس غاديين، كات بلاس انا ونزار وجوج دراري اخرين، ونوريهم لكم كاع في الواجهه، ونوريكم حتى الفيديو كاع الا بغيتو، وغاديين فرحانين باش نزار يوشم. يعني غادي يوشم بقى بكامل قواه العقليه. السي منعم ما عنده حتى علاقه في هذا الشيء، انا اللي في الواجهه، انا اللي وشمت له. هذا الشيء اللي كاين اخي. هكا المهم كان الطلب ديالهم هما. فوالا الطلب ديالهم، وكانوا مقررين من شحال هادي انه هو عيوشام ويدير البوز، يعني يدير فيديو باش يتبوزا انه عيوشم نادا تخرب الخاوي. فهمتيني اخويا؟ شنو العلاقه عندك مع دودو؟ دودو خويا، وكتربطني مع علاقه ديال العمل والثقه وبزاف ديال الحوايج. اكيد. شنو الرساله اللي بغيتي تبلغ المجموعه الشكحاويه؟ المجموعه الشكحاويه مشيت بعد منا ولا نشحوا ليها الشكحاويه تايما، هذا الشيء اللي كان. شنو كتقول دابا في الخلاف اللي نايض ما بين نزار والمناجير ديالو؟ واش بصح كاين مناجير؟ واش بصح شنو نقول لك دايرينو بصح ولا غا شنو نقول لك شفت العشيه؟ شنو نقول لك؟ داك الشيء تيمثلو تمثيل. فهمتي؟ هذاك الشيء تمثيل، انا شفت كل شيء بعيني، يعني الشكاحين كاملين غير ممثلين. فهمتيني؟ شنو كتقول انت في واحد الخرجات خرجوا بزاف ديال اليوتيوبر باقيين صغار اليوتيوبرز، خرجوا تيقولوا بلا ندى حسي وعدتهم باللي غطلع لهم لاشين مقابل مبالغ ماديه، وصيفطوا لي المبالغ الماديه و فهمتي؟ وي ودابا راه شي 100 وكذا 100 الناس وكذا اللي خرجوا تيقولوا باللي راه ندى حسي نصبات عليهم في الفلوس. وي كاينه بزاف ديال الدراري بصح نصبات عليهم. شوف قناه الوانكم كيهضروا. وي بصح ونصبات عليهم وبالدليل 3000 درهم كي صيفط ليهم وبالدليل والبرهان مقدمين بها شكايه، و 8000 درهم و 10000 درهم صيفطوا ليهم. فهمتي؟ بزاف ديال الدراري وانا تنعرفهم.
فهمتيني؟ يعني هذيك نصابه اول حاجه، هذوك كاملين تيبغوا يديروا البوز على ظهر بنادم. شنو رايك خرجت الحاجه غيتا تقول بلا راه نادى حسي تتجمع الغرامه من عند الناس تقول لهم دير لكم ايجار 500 600 درهم؟ اه بصح بصح هادشي كاين غيتا على حق بصح كاين هادشي هذا. المهم دابا انت جيتي في هذا الانترفيو مع الوانكم كتبرا صديقك دودو لا علاقه له بذاك التهم اللي تهم. نعم طبعا طبعا لانجري دودو اصلا ما تيعملش تطواج، انا خدام معاه مده ديال 5 سنين دابا، انا اللي تنعمل التطواج فهمتي في بلاصه دودو، انا خدام معاه، انا اللي تنوجد، انا اللي تنخدم. يعني دودو خارج على هادشي، دودو غير السميه فهمتي، دودو في الواجهه، اما انا اللي تنوش من بنادم، انا اللي تنتكلف، وماشي بنادم تنبزز على وجهي وشم عندي، يعني بنادم تيجي عندي بخاطره، وتنقول له سر الوشام حرام. فهمتيني؟ يعني بلا ما توشم. اوكي. دابا كتقول انت باللي داك الشيء غنطلعينها دايرين شمس العشيه. شمس العشيه على عباد الله فهمتيني؟ شمس العشيه مطلعين على عباد الله، باغيين البوز، باغيين العاقه، باغيين فهمتي، باغيين يتشهروا. خوا الخاوي الهضره الخاويه، يعني ما كاينش شي محتويات، شي محتوى اللي البشر يقدر يستافد به، يقدر والو، ما كاينش شي تخربيق. انا نتزوجك تتبغيني كنبغيك، حبي حبيني، خو الخاوي داك الشيء فهمتيني، تخربيق، تتخور في زك الميت بالعربيه والله العظيم. بصح واش بصح نزار كيبغي ندى؟ تيموت عليها، هو اصلا مفروح مرفوع عليه القلم فهمتيني. واش بنادم تنوشم له وتيقول لي تنوشم له تيقول لي انا التريكو هذا انبوسو انا حيت تنبغيك، التريكو هذا تنشم فيه ريحتك انا، انت يا نادى حبيبه ديالي انا، وشوف واكسبري وشمت له نادى كبيره فيه، ما نوشمها له صغيره، وشمتها له كبيره قلت ستوب باش نعلمك توشم سميه ديال دريه صافي. بزاف الناس قالوا علاش ما وشمش سميه تمه؟ اي واحد ماشي راجل فهمتيني، ماشي راجل بالعربيه، كون كان راجل سميت مو هذه اول حاجه يفكر فيها فهمتي. انا مجوج جوج ديال العيالات وما عمري وشمت سميتهم فهمتي، حتى هاد الحفله. واخا. المهم دابا راه سمعنا وكنشوفوا في السوشيال ميديا بانه ما يسمى بلانجري ومجموعه الشحاويه، مجموعين كاملين معاهم حتى الملولي وداك الشيء الملولي ليهم، شو كتبغي تقول؟ اش نقول لك؟ بيادق بياضيق. شنو كتقول في الملولي؟ بيادق بالعربيه فهمتيني، بيادق. واخا يوقف حدايا نقدر نقول له في وجهه ونقول له انت بيادق، حيت علاش؟ كان تيبان لي في شكل هذاك السيد فهمتي؟ تيبان لي في السوشيال ميديا في شكل، يعني ولكن فاش الشوفاص، فاش جا عند دودو الشوفاص وكيفاش يهضر بروتوكول، هضره خاويه زيرو، هذيك انسان زيرو. انا نقح لك، انا مشعور عليك، هذه اول حاجه فهمتي، ولكن ما انت الزبل. وفحال هذوك الشاكحين كما قلتي، المشاكحين ما عندنا ما نديرو بهم فهمتيني، فاك الشاكحين. سمعنا باللي خرج هذاك الصديق ديال الشحاوي او خوه تيقول باللي راه تيبغي ندى هاد اليومين، خرج قال غنديها نزار. شحال نقول لك؟ حشمت خسر الهضره فهمتيني، ولكن هادوك بزاف فهمتي بزاف. كلمة أخيرة هو تنحترم ألوانكم، وتنحترم السي دودو اللي هو خويا فهمتي، ومكبر بيا في هاد طنجة هادي، وأنا في طنجة هنايا على ودو فهمتي، وأي حاجة تنديرها تطواج انا اللي مكلف بها. يعني دودو انا خدامه عند هذاك السيد، هو لا علاقه لي بالتطواج، وحبس التطواج هذه 5 سنين، وكنعاود نوضحها باش بنادم ما يبقاش يهضر بزاف. رساله اخيره للشكحاوه سيروا ديروا عقلكم، وفاك يو الشكحاوه، فاك يو من هذا المنبر والله على العروق اللي كتسارب امكم يا الشكحاوه.